يجمع شهر رمضان السوريين بكل دياناتهم وطوائفهم في محافظة الحسكة، وذلك ضمن أجواء تسود فيها المحبة والألفة مع الإصرار على صنع البهجة والفرح التي حاول الإرهاب أن يسرقها. الأجواء مثل ما شايفين بمحافظة الحسكة، أجواء هي دائما نحن في مواد افطار عم تصير، في مواد خيريه وفي مواد بالمطاعم، وفي اجواء ومسابقات وجوائز عم تصير. في عنا الاجواء جميله جدا بمحافظه الحسكة بمناسبه رمضان، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم على اخواننا الاسلام، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامه. نحن هون عايشين بالحسكة باجواء كثير حلوه، اجواء رمضانيه حلوه. الحسكة عايشه اجواء كثير حلوه، عايشه جو فسيفسائي، كله متكامل مع بعضه، كله متفاعل مع بعضه. رمضان مبارك علينا وعليكم، وان شاء الله هذا العيد يحمل كل خير وكل فرح لسوريا بشكل عام وللجزيرة بشكل خاص. كل عام وانتم بخير يا رب، وان شاء الله رمضان خير وينعاد علينا بالصحة والعافية يا رب على كل الشعب السوري ان شاء الله. رمضان كريم على الجميع، ان شاء الله هالعيد يكون خير وفرح على الجميع. مثل ما نعرف انه مرينا بازمه كثير صعبه ولسه عم نمر، بس ان شاء الله هالعيد يكون هيك خير على الكل. فلم تغب اجواء الشهر الكريم رغم كل التحديات التي تواجهها المحافظه، حيث يصر الاهالي على تجاوز ما تمر به سوريا بشكل عام والحسكة بشكل خاص من خلال المحافظه على الطقوس والعادات التي تجمعهم بشهر رمضان مبارك، بغية خلق السلام والمحبة ضمن مجتمع يعكس حالة التآخي بين أبنائه. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.